هذا كان مكتب جزائري أول كونتاكت سجينة بالحبس هو المكتب الجزائري مكتب الجزائري اللي هو يتولى التثبت من الوثائق القضائية الكل وبعدين تتعدى المكتب هذه القوة تسلم أغراضها أدباشها هو اللي أمن أدباشها بعدين هي الأخصائية النفسية وحسيت أنا القبض بها وهذا هو مساعد الكبير المكتب الإصلاح الشامل هذو من الأنشطة اللي تهتم أنشطة ثقافية هذا كيف كيف تابع مكتب القانون غادي كان في شيء كلهم هنا يا لحويش ليس بعد الليل إلا فجر موت يتسامى ليس بعد الليل فجر موت يتسامى الحاجات اللي بتدخلش في القفة بيعوا هنا ينشروا مشروبات أي حاجة ممنوعة في القفة كما التاجين ممنوعة في القفة كما النخيل ممنوعة في القفة كما العصيدة خلينا نقول أكيد خاطر هي معناتها الأكلات هذوما ينجموا يمروا ممنوعات مثلا فاش تعدي عليكم النهار صعيب ورزين وخايب وبورتو عندنا 3 شين دو تيلي اللي هي تونس وحنا بعل وقناه تونس 2 وعندنا الساعه ساعه يحطونا لو بارابول النهار يتعدى رزين خاطر نبداو بونسيف برغم اون بوكين نكتبوا جوابات عندنا تولي 15 جوغ في جواب فهمت افيك سايت عدرزين pourtant انا بيرسونيلمون معناتها نخدم في البيبات معناتها جو سوي اوكوبي باش نعدي نهاري مي سا نوبيش اللي هو يتكد عدى في البلو واحد كي تروح للدار تروح للشومبر وتلقى روحك للدار قداش محليها الدار قداش سي تنسوين روحوا للدار اما واحد كي يروح للشومبر يعيش اون كوميونيتي فهمت علي يعرفوا اللي ما يعرفوش فهمت تحس سي با سا كي تحط راسك على المخده ويقابلك فرشه حديد فوقك تحس روحك في حبس كي تدخل لتواليت عربي تحس روحك في حبس كي يبدا هكا برد وتحل سبيله بارده تجي اوبليجي باش تغسل بها تحس روحك في حبس احكي لي عن النظافه وعن الماكله نحب نعرف انا لي ديتاي دو تو لي جور معناتها نتاع كل يوم كيفاش شنو تاكلوا الماكله كيفاش النظافه الماكله كيفاش نحن عنا الحق في 3 وجبات الحاكم ربي فضله فهمت ربي فضلنا المدير العام الجديد فهمت يكومبري الوحدات السجنيه الكل خاطر لو ميم ريتم عندنا يعطيونا زبده ومعجونه كي لي بتي غودي هذوكم زبده ومعجون والا زبده وشاميه والا ياغورته والا كعبه كيك هذايا لو بتي ديج بوندون لو ديجوني تو كوم يل في ترو فخوا يطيبونا حاجه جاريه باغ اكزومبل مقرونه محمصه فهمت حاجة جارية في الليل يطيبوا مثلا مرقة نمبورت كيل مرقة فهمت عنا 3 ولا 4 فوا بار سومين ياكلوا افيك دو بولي ولا دو لا فيوند عنا ديما دو طون زون طون سورتو الملوخية اللي ما تدخلش يوفروها لنا ديما يا ظلام السجن خاين نحن لا نخشى الظلام نحن لا نخشى الظلام ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى فرنسا بلجيكا المحاكم والسبيطارات وكل هما برشا سجينات يحبوا تشوفوا المسكات للأسف إن في صعب كل حشوة للأسف
جينا تخرج من الغرفه نتاعها وجيت تقفل هنا. ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. يا لنين القيد زدني نغمة تهجي فؤادي. يا لنين القيد زدني نغمة تهجي فؤادي. ما والله يا مش بقصد منك بس انا حليني هذا اصبر شيء هذا بالي خلاص جا هما توا ان سلمنا البنيه جديدة نعرف ليها نتسلموها شي وليو معكم قوي عندهم فذا هذوما السجينات اللي تراو فيهم هما هاد الموزعات من الحوام يخرجوا على السجن جملة واحدة عندهم فذا مستقل على السجن تمام طلعوا كي نخرجوا ذاك كيف شو مريهم احنا نتكلموا قلنا احنا محكومين برشا نخبطوا ندرونا لنا احنا معناها كجايبين صغار وفما اللي ما عملوش وكل شيء معناها نحبوا تنظرونا كون المحكومين تلقاو في عهد بورقيبة كانوا يعديوا 20 سنة وأقل من 20 سنة حتى 13 سنة ويروحوا في عهد زين ولا يعديوا في 30 سنة معناها يسرى علينا يحدونا في 30 يسرى علينا ما عادش نجمو معناها تعبنا برشا وبلبيسو مونتي يسرى علينا تعبنا والله بالحق ومات صغار ولي جايب أربعة ولي جايب ثلاثة أنا عندي أربع سنين هذه عندها 13 سنة صاحبتي عندها 10 سنين معناها تعبنا برشا ما عادش نجمو بالحق صغاركم بعائلتكم كيفاش عاملين مع صغاركم مع رجالكم أنا عندي أربع سنين ماليش صغار يا حماتي فكتهم لي بالنسبة لي أنا ما عملتش أنا ما قتلتش راجلي أنا ربي يعلم بيا فهمت تحكم الظلم وهو راجلي معناها اللي عمل وحرق روحه وقال راي ماهيش مرتي معناها كان أنا عملت تحمل مسؤوليتي ما عملتش أنا تحكمت ب 25 سنة كيما صاحبتي معدية 13 سنة زاد ظلم كيما صاحبتي معدية 10 سنين كيما أمي ناجية معدية معناها محكومة طول طون هي ما قتلتش معناها ما تعرفش عليه حتى بالكل ما تعرفش عليه كيما صاحبتي زاد الأخرى زاد الكبرانة نتاعنا زاد أي معناها محكومة ب 20 سنة زاد ظلم ياسر معناها شوفوا لنا حل بربي شوفوا لنا حل طالبين الرحمة تعاونونا ونحبوا نروحوا ما طالبين حتى شيء انظرونا كونا احنا حالتنا نفسية تعبة برشا 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 كثر خير توفروا لنا كل شيء لهنا ويتوفر كل شيء يا صح المديرة اللي هي بينا كان في أعياد كان في مناسبات كان سيدة المديرة وسيدة أختي ملاك وسيدة وأختي أسماء وأختي خديجة وأختي نادية كلهم واقفين معانا بالحق انظرونا بالحق والله انظرونا بعين الرحمة نحبوا نروحوا بيطالبين منكم تنظرونا بعين الرحمة رانا طبنا رانا تشوينا على وليداتنا تشوينا على كبادنا تشوينا أنا أم ريتش صغاري أربع سنين صاحبتي محرومة من صغارها عندها 11 دخلة في 11 سنة هذه كيف معناها دخلت عمرها 23 سنة معدية قديت 13 سنة أمي ناجية ما عندها ما عملت حد شيء الكبرانة زادة ما عملت حد شيء تعبة برشا الكبرانة محكومة ب 20 سنة معناها تعبة برشا معناها تعبنا والله تعبنا على الأخر تعبنا ما عادش نجمو والله لا عاد نجمو تعبنا الحبس مر بالنسبة لي أنا عندي تيتر نتاع ضابط شرطة جينا نلقى روحي أنا في الحبس عام 2008 باش نكون ضابط شرطة جي أنا نترمي في الحبس كان أنا عملت والله صحة برشا ما عملوش برشا أبرياء كان أنا عملت نساهل أنا 25 سنة بالنسبة لي أنا تقهرت مت ما عادش فيا والله لا عاد فيا بالنسبة أم أربع صغار راني ما عادش فيا خمسة سنين أنا معدنا برشا ستة سنين وما خديناش لا عرض ولا حتى عطينا حكاية قاسية في النظام لقتين توا غابيت تخطونا شوية وصلنا سواعنا انتم عارفين محكومين انا كان 10 سنين على السرقة عندنا 7 سنين على الدروغ وعندنا برشا الدروغ ما فيش يعني الدروغ معناها
تو بصراحة شو نحكي بصراحة اللي تخرج من هنا مش تعاود أول مرة شكون معاود هنا لا حتى واحد حتى واحد أول مرة وريك اللي كيفاش كيفاش تتصوروا حياتكم سوا باش تخرجوا من هوني البنات كما حياتنا اه كيفاش كيفاش تصوروا كيفاش البلاد تبدلت تعرف البلاد تبدلت فباش حاجة صار ونظام تبدل وكل شيء تبدل قبل ان شاء الله الحاجة اللي لازم قبل شو تعاود ما نلقاوهاش باش يتطور شو ما عندنا ما نلقاوهاش انا احنا شيء مو معقول انا مش طلبت دي غير حبس لا لا كده شوية كنا في الستة في السبعة انا ولدي عامل تيري ما يعرفش انا ام ولا امي هي ام ما يعرفش بالحق طاوة بديش وشوية شوية فيش ديركم تعملوا معكم قابلين الوضع فين انا يجيونا كم جمعة ومسكن مرضى معناتها ربي يعلم احنا بيتنا مرضى تعرفوا تعرفوا لي ودوة ان شاء الله فما حكومة جديدة باش تشد البلاد شنو تقولوا لهم شنو تقولوا تعطيونا الامر صراحة الشر اعطيونا فرصة وراح خلطنا عندنا فرصة لحقهم على النظام الشخير تعطيونا كلمة كلمة هكا بالنظام باش نجموا يسمعوكم الكل ترى بداوا طالبين العفو صراحة الشرط نتكلم انا سامح يعطونا فرصه ديجا هو نظام جديد احنا ان شاء الله باش نكونوا في المستوى وما عادش تعاود اللي يعني نظام البيت مشي معانا القديم فهمت فرصه مع نظام جديد وما ضبينا معناتها توصلوا لنا صوتنا بالكل كي معناتها العفو فهمت وما ضبينا يعني احنا غلطنا صحيح اول مره وصحيح وتكون اخر مره بقدره ربي بربي يرفق بينا حتى على صغار انا وسيرتو نحن جماعه المخدرات نحن التربسيه كان دخل فيها والرئيس بيدو كان معناتها يعني هو يدخل فيها للبلاد يعني نحن بالحق نسميو عنا ضحايا بالحق ضحايا ضحايا تربسيه وضحايا رئيس دوله نحن كنا انا وحده من اسمح حكومه على نيه الترويج انا الحكومه ورئيس نية كلها دي محكومة على نية الترويج ستة سنين على نية الترويج ما فهمليش عندي حتى جرام معناتها محجوز ولا حاجة محجوز ولا حاجة مشدودة يقول معناتها قلب مساج في سبع سنين نحبوا كلهم انتوما الكلكم اللي ما ذاقش البرشة ذاق شوية من اللي ذقناه نحن وروفوا بحالنا وحسوا بينا واعطيونا فرص توا هنا قدر فيكم لقاعد سنين عندكم حاجة باش تخرجوا بها البارة تعلمتوا صنعة تعلمنا خياطة تريزة باتيسيري أغلبيتنا نخدموا ديجا فما شكون خرج من الحبس وشد خدمة وعاود حياته من جديد وعاود سمعنا برشا بنات راحوا سمعنا برشا بنات راحوا في الدبلومات اللي في الحبس عملوا مشاريع وعملوا قروض منون يعاونهم تو عارفين اللي يحكم كيفاش تخرجوا فيه مش تمشي وشنو باش تعملوا كنا ولاد عائلين احنا كنا بالصغار بين تراب بين ثلاثة أربعة خمسة سجناء فيه خمسة غرف كل غرفة تداول على الفسحة هذه كساعة في الوقت وقداش من سجينة؟ عن قداش من سجينة؟ والله العدد ديما يرفع ديما يهبط ويطلع ما هوش قاعد العدد ماشي شعود ونجو وهذه كل وقتية انتظار عسلامتكم صحة وهي سجينة عشان مقرونة وسلطة والله كل واحدة كي تبدا شافة خلاص وكي تبدا معينة خلاص هي قديش معناتها وعندها في النهار هيك تتراوح شهريتها حتى النهار الفين عندها 60 دينار والمعينة 65 دينار لا 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 سيتي بجلو معناتها في حاجة بخي طولة لا ما عندها هي 2000 في 2000 في النهار 18 19 مصروف فما دينار مصروف معناتها الو كيفاش طيبوا شي حاجه طيبوها منها سنو هما شنو يحبوا يعطيو ما اقتراحات نتاعهم منو الجمعه نعملوه شينا من عندنا من التغذيه عندنا منو يشرف عليه الوقت سد خاطر هو اللي باش يوفر الروات والطبيبه والمغازيه والكوجينيه هذاك نطبقوا احنا المنو اما في المناسبات فما في حالات ناخذ لهم على خاطر انت قلت حسب المنو فما في حالات ناخذوا حسب الرغبه
مثلا احنا نراو مثلا مجموعه السجينات يحبوا يحبوا لبلبي بار اكزامبل، نحاولوا باش نعملوا لبلبي يحبوا النخيل، اما احنا عندنا منو نتبعوا، وفما في المناسبات والاعياد زاد كيف كيف نعملوا مأكلة خارج على الشيء المنيو نتاع السلام تاع السلام جي ان شاء الله قدر تربي روز لا 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 لوطا لوطا ان شاء الله قدر تربي روز وروتي وسلايط وديسير عندنا وجازوز كيما المنيو المنيو تعاود كل جمعه لا كل حد عادة نعملوا منيو نتاع عام كامل وعندنا منيو خاص بمناسبة شهر رمضان. في رمضان شنو طيبوا لهم؟ والله يطيبوا لهم احنا نحاول باش كل أكلة شبيهة بالأكلة داخل الأسرة. خاطر انا ولادي خليتهم صغار، واحد عمر 8 سنين وواحد 6 سنين، معناها كبروا بعدي. حتى كي ساعات يجيني في البلوار نحكي معاه في موضوع يحكي لي هو في موضوع نحسه ببر، خليته صغير مش كيف ما فهمت. بديت نهار بديت تبدل، كل شيء تبدل، مش حاسه روح في شقه بلاد اخرى وشيء جديد برا، كيفاش تتمناها تكون برا؟ ان شاء الله انا نسجن. ما عادش تعاود فقط تعاود مش عارف وانت قداش هم يعملوا على شنو؟ بالحق ولا علاش؟ فقره فين كنت تسكن؟ قداش معكم؟ خفالي حكريت البرد الداخل نقصتنا شوفاج سنترال فوالا هذه حاجه تهمنا مثلا ها مثال مثال حكريت البرد ما الظروف بالنسبه للسجينات وبالنسبه للعام فما شويه برد هو بلا محاله لازم البرد البدن اما شوفاج سنترال لا حاجه دابا ما صدقش يروحوا بالبرد البرد سينو كل الامهات والحوامل الكل عندهم فضاء وحدهم باش يخرجوا الكل وزاد الحق ميزانيه الحبس ما معناتها هذا تكفي باش نوفر الوزاره كي تطلبها في حاجه تلبي الطلب والله لا احنا تابعين راجعين بالنظر اللي دار العمل تلبي يعني. تلبي الطلب